تاتي كسورة واكرم عفيف كرة تاتي الله 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 جيليرمي توريس يعزف كما كان يعزف الزملاء ويواصل طريق المتعة كما بداه أكرم ليتقدم الآن بهدف آخر ويسجل الهدف الثاني من خارج منطقة الجزاء. شوف الكرة شوف الكرة شوف المحاولة يا الله يا الله يا الله وبالقدم اليمنى قوية في مرمى الحارس يمين ثاني الأهداف الآن لمصلحة الزعيم السداوي هذه المرة عن طريق جيليرمي توريس يسجل البرازيلي ويعلن عن أول أهدافه أو ثاني أهداف هذا اللقاء بهدف في غاية الروعة والجمال.